هذا الطفل ولد مبكراً، والسبب ليس علة بصحة والدته، بل بفعل الزلزال الذي أنهك البشر والحجر. هذه الحالة تلخص معاناة السوريات اللاتي عايشن الزلزال، فمنهن من أجهضن أو خضعن لولادة مبكرة. يعني كان إجا الزلزال الأول، يعني وشفنا شو صار بالناس وبأهلنا كمان، كتير راح لنا عالم تحت الأنقاض، فزعنا كتير أنا والولاد وخفنا، والبناية قديمة وهذا، نزلنا على الدرج ويعني ومر عبي، وهذا أنا صار معي حالي ولادي حالي مبكرة. الموت هنا لم يخطف الأحياء فحسب، بل أتى على الأجنة في أرحام أمهاتهم، ومن كتبت له النجاة أتى بولادة مبكرة. بعد الزلزال زادت هاي المشكلة، وزادت حالات الإجهاض، وزادت أنه في ولادات مبكرة. طبعاً هذا زاد الضغط علينا لأنه ما في شواغر. في إدلب أزمة الزلزال مضاعفة، فالمشافي وإن وجدت لم تعد تتسع لأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة. قدرتنا على استيعاب هدول الأطفال ما أنا بالحد الطبيعي، يعني في عنا زيادة، ما عندنا حواضن، ما في منافس في شمال غرب سوريا، المعبر مسكر، ما فينا نبعث الطفل على تركيا. طبعا هذا الشيء بيزيد من نسبة الخطر وفيات الأطفال ووفيات الأمهات، لأنه خاصة أنه عم يولدوا بأماكن بعيدة. ممكن تداعيات زلزال تركيا وسوريا لم تنتهي، والأمم المتحدة تؤكد أن نحو 133 ألف سيدة حامل بحاجة لرعاية طبية. نضال النعيم، الحدث.